كثير لأنه عنده صلاحيات واسعة قادر على التغيير لوحده. نعم. لا 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 مش حدا يعني سوبرمان هو 90 بس كان صلاحيات كبيرة سوبر مظبوط وأنا بعترف أني أنا كنت وزير فعال لكنني أقول وعملت أشياء كثير مليحة أفتخر فيها وفي أشياء ندمان عليها وفي أشياء أتمنى لو تعاد إلي بدك تعطيني مثال الكرة على الندم الكرة لكي أعيد تغيير أنا فخور جدا بالضمان الاجتماعي فخور جدا بالتدريب المهني فخور جدا بمثلا لما كنت رئيس الجمعية أنشأنا في معي سمو الأمير الحسن شركات أنتجت أنشأنا كلية الأميرة سمية وكملها يعني الدكتور هاني الملقي بعد ما استلم رئاسة الجمعية بعدي في هنالك كثير من الأمور يعني إنجازات تسجل لك نعم كثيرة نعم. ولكنني أيضا في نفس الوقت كنت أعلم بأن مثلا أنه نظام أنه أنا أعطي بعثات في خارج الأردن نعم. في خارج قصدي في أقاليم في الأقاليم نعم. يذهب بخمسين ليدرس هندسة أو طب أو كذا لأنه إحنا بدنا نوازن بينهم الأفضل كان مش هيك الأفضل كان أن أرسل أحسن معلمين إلى تلك المناطق أيوة. وأعطي الواحد ألف دينار معاش حتى والمعلم في عمان بيأخذ 200 دينار أعطيه ألف دينار ليحيي مجتمع بكامله. طب هل كان هذا لديك التوجه سابقا؟ كان عندي ولكن كنت لم وأطرحته ولم يقبل لأن صاحب الحاجة في ذلك الوقت اللي بده يودي ابنه على الجامعة بقول لك هذا هو بده يخليها هذه للطلاب أو للطلاب اللي المتفوقين